جروب قعدت سنه تابع الجروب، اتعلمت من الجروب اكل ايه واشرب ايه. اول مره في حياتي اشوف دكتور بيعمل متابعه مدى الحياه، كلموني بيشروني، اتعلمت منهم حاجات كده. قاعدين مع بعض على الجروب على طول، والنصائح اللي كانت بعد العمليه بقى اللي هي ازاي اكل، ازاي امشي، ازاي اتحرك. اهتميت بقى، 6 شهور وزني كان بينزل. طبعا الادمن كله كان معايا، واصحابي طبعا عرفت ناس كتيره منه، بقينا يعني كل ما نتجمع نبقى مع بعض. احنا كمتكممين قدام بنرد على اسئله المتكممين الجداد. جيت هنا اليوم التجمع الرياضي مش بس عشان خاطر انا نفسي العب ولا نفسي اجري، لا انا كان نفسي اشوف الدكتور محمد واشوف الناس الادمن. ده تاني تجمع ليا، التجمع الاولاني كان في القريه الفرعونيه. الخروجه بالنسبه لي ما كانتش مجرد خروجه، ما كانش مجرد ان انا اتفسح، لا ده انا عايزه اقابل الناس اللي انا بكلمهم في على الماسنجر وبكلمهم على التليفونات، عايزه اقابل الدكتور اللي انا بحترمه وبقدره. يعني الجروب ما تحسش ان هو جروب زي اي جروب على الفيس او كده، جروب تحس ان انت قاعد مع اهلك اصحابك، اي حاجه مع عايز تعرف اي معلومه بتسال اي حد بيجاوبك. الادمنز بتاع الجروب كلهم متعاونين جدا، في حتى الدكتور برضو بصراحه بيعمل لنا يوم للتجمع مع بعضينا، بيقابلنا بيتكلم معانا، في يوم رياضي بيعمله لنا كمان، في حاجه بيعملها كل كام شهر كده، يشوف مسابقه للوزن اللي طبعا بتاخد لايكات اكتر بيبقى اديها جايزه كبيره. وطبعا الجروب ده كان له فضل عليا كتير جدا، واصحابي كلهم عرفت عليهم من عليه. دلوقتي احنا بقينا عيله واحده. الموضوع كله اتقلب من حاله علاقه ما بين مريض ودكتور، بقينا دلوقتي عيله. هو يهمه صحتنا جدا، يهمه حالتنا، نفسيتنا، ما يعني حتى في علاقاتنا كلنا اللي بيبقى عنده حاله وفاه بيروح له. ولغايه دلوقتي الحمد لله في تعاون بيننا، يعني بعد المضي السنتين وثلاث شهور اهوت. احلى حاجه بتميز الجروب بتاعنا ان احنا كلنا مجموعه اصدقاء، قصه مش علاقه الدكتور والمرضى بتوعه، لان هم اصلا مفيش مرضى، هي بيبقى ناس محتاجه خطوه، محتاجه دفعه عشان خاطر تنزل في الوزن، واحنا بنساعدهم في ده، واحنا مع بعض في المشوار من اوله لاخره لحد ما ينزلوا يبقى ويوصلوا اللي هم عايزين. لحد ما بينزلوا حياتهم كلها بتتغير، احنا علاقتنا مش بتنتهي عند قصه العياده او قصه العمليات، هي قصه اصدقاء على طول بنتكلم مع بعض، على طول بنخرج مع بعض. زي النهارده كده كان يوم ظريف. دكتور محمد ضياء انا بشكره جدا جدا جدا، طبعا هو وقف جنبي وهو اللي ساعدني لحد الان، طبعا بعد ربنا هو اللي ساعدني. انا بحب اشكره جدا، واشكر ادمن الجروب كلهم والناس الحبايبي واصحابي اللي انا اتعرفت عليهم على الجروب. بشكر دكتور محمد جدا جدا لانه كان سبب في ان حياتي كلها اتغيرت تماما. في حياه الدكتور احنا اولويات، وهو في حياتنا غير كل حاجه بالنسبه لنا، فانا بقدم له الف شكر الف شكر، وربنا يسعدك يا رب زي ما ساعدتنا كلنا.